الفار قال لك 20 يوم صافي تشد السريعه، الاخرى قالت لك ما بين سيمانه 15 يوم، جات الاخرى قالت لهم ماشي ونقول لكم ها الموعد في القاش. صحيح العباره ضرب فيه نيشان، هذا هو اللي يدخل الحبس، وعاد نشوفوا اللي نقولوا كلامه اللي نشرحوا كلامه اللي نفهموا كلامه غلط، باش نشوفوا شكون اللي كيحكم هذا المغرب، باش نشوفوا هذا الخطأ شكون اللي فيه، واش كاين قضاة ولا كاين الراقصة هي اللي كتحكم وكتعطينا المواعيد. والله بنتي والله يطلع كلامك صحيح، عندك يد وساطة في القضاء، اقسم بالله حتى يتقلب هذا المغرب، اقسم بالله ونشد فعلا في الموعد اللي عطيتي، يا ما يبقى فيها شي حاجة، يا حتى يتقلب هادشي باش نشوفو منين جاتك هاد الأخبار وشنو كاين في الخلف الخلفية، وشكون اللي عندك يد معاه في هاد القضاء. والله حتى تتقلب، والله ما يكون السجن ديالي سجن عادي، إلا ما تغيرت القوانين ضدك في المغرب كامل ما تسمينيش أنا السريعة، باش نشوف أنا هاد المرتزقة اللي ولاو كيحكموا المغرب، حكموا اليوتيوب وهبطوا الأرض الواقع وعادي.